وايد ناس تفكر ان علشان تحصلين على كعب قدمين ناعم مثل ريول البيبي كل اللي تحتاجينه كريم مرطب. بالواقع احيانا الجلد الناشف والميت على كعب القدمين يمنع امتصاص الكريم، فمهما تحطين كريم ماكو فايده. عشان تحصلين على بشره ناعمه حقيقيه انت محتاجه خطوتين. الخطوه الاولى ازاله الجلد الميت من كعب القدمين باستخدام شول اكسبرس بيبي، وبعد ازاله الجلد الميت بالكامل عن كعب القدمين تستخدمين الكريم المرطب على بشره جافه ونظيفه. هذا كل اللي تحتاجينه لكعب قدمين ناعم مثل ريول البيبي.